مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مساء 26 من يوليو الماضي وقعت حادثة فريدة من نوعها في المملكة المتحدة، فقد اقتحم شرطة متروبوليتان البريطانية مقر سفارة البحرين في لندن بعد أن شعرت بأن هناك خطرا يحدق بحياة ناشط بحراني كاد أن يتحول إلى خاشقجي ثاني، كما عبرت عن ذلك صحيفة الجارديان البريطانية في تقريرها الذي كتبته حول الحادث. فالناشط موسى عبد علي الذي اعترض على عزم السلطات إعدام ناشطين اثنين في البحرين تحت اعترافات انتزعت بالتعذيب، تعرض هو كذلك إلى التعذيب ومحاولة للقتل داخل السفارة. نحاول اليوم أن نحاكي المشهد الذي تعرض له موسى عبد علي داخل سفارة البحرين، وكذلك نستضيفه ليروي لنا بالضبط تفاصيل ما حدث له داخل سفارة البحرين. أهلا ومرحبا بالناشط موسى عبد علي، ونرجو منكم أن ترحبوا به. موسى، كيف تعامل معك موظفو السفارة؟ طبعا هجموا علي بمربع و... كم واحد كانوا؟ كانوا 3 أشخاص وهجموا بالمربع، واحد منهم أولا ضربني وبعدين دفعني من وانا كنت على الحافة بالضبط، نفسي تقريبا نفس هاي الحافة. يعني كان الهدف دفعك وقتله؟ كان واضح انه اول هجومهم بالمربع محاولة ضربي ودفعي من فوق السفارة، وايضا واحد من السفارة كان يقول، هو اللي ماسك المربع، يقول احنا عندنا 2 راح نعدمهم باكر وانت الثالث راح نعدمك من فوق السفارة، وما حد راح يعترض علينا، لا شرطة بريطانيا ولا غير شرطة بريطانيا راح ينقلونك من عندنا، انت فوق ارضنا، انت في البحرين مو في بريطانيا. وطبعا ضربهم كان مبرح. بعد الضرب ماذا حصل؟ انت قدرت يعني حفاظت على توازنك وما سقطت، شنو اللي سوى بعد الضرب؟ طبعا هو كان يضرب، انا كنت قاعد على السور بهالطريقه تقريبا، وكنت ماسك الفانيله مالتي تيشيرت والوح بها على اساس انه يشوفون الشرطه، وهو كان يضربني من هالطريقه تقريبا، فانا مسكت الحافه على اساس انه ما اطيح، لا اطيح داخل او لا اطيح برا، لانه كان ايضا حاول بعدين يسحبني. فمن مسكت الحافه يعني على اساس انه احافظ على توازني بحيث انه ما اطيح انا من فوق مبنى السفاره، لان كان الشرطه تحت وانا طبعا جاي محتج، مو جاي على اساس افلت روحي او شيء من القبيل. كانت تتوقع انه الشرطه تتدخل وتنقذك وانت الان فوق السطح؟ حقيقه هم قالوا يعني ان الموظفين السفاره قالوا ما حد راح ينقذك، لا شرطه بريطانيا ولا غير شرطه بريطانيا، انت في ارضنا وراح نقتلك هني وما حد. شنو حصل بعد فشل هاي المحاوله انه ضربك واسقاطك من السفارة؟ طبعا سحبوني من فوق من من من, من على السور اللي كنت قاعد عليه الى سطح السفاره، وظلوا طبعا يضربوني ويعذبوني اولا طبعا بالمربع، بعدين اللي ضربوك 2 واحد يصور كان؟ 2 وكان واحد يصور، واللي كان يصور ايضا استلم اتصال كان اللي جاوب عليه قال اهلين ابو محمد شو اسمه ارقد وامن اطمن لا تخاف شو اسمه مسكناه في ايدنا خل تتوقع يكون السفير اتصل بي؟ لا اتوقع انا السفير، لان واضح يعني من طريقه الكلام وطريقه اللهجه والترحيب فيه كان يمكن السفير. فيما بعد شنو صار؟ بعدين طبعا حاولوا يفلتوني من فوق الدرج، موجود فوق سطح السفاره الدرج تقريبا ارتفاعه طابق واحد، حاولوا طبعا يفلتوني من فوق الدرج، قبل ما يفلتوني حاولوا يربطون ايدي طبعا. ليش يربطون ايدك؟ طبعا اللي كان يضرب اللي كان ماسك المربع قال للثالث اللي كان يصور روح جيب لنا سير، راح تاخر، فاللي كان وياه الثالث قال له قص الواير مال الساتلايت، راح وقص الواير بالسرعه يعني وجابه على طول قطعه من الواير ويجوا يحاولوا يلوتها على ايدي. بعد ما فشلت محاولتهم ايش سووا؟ كانوا يبون يفلتوني من فوق الدرج اللي هو صوبه سياج من حديد يعني مقسم، فانا من يعني من خامس طابق يفلتوك الى طابق واحد تقريبا، اي طابق واحد محاوله قتل يعني. ايوه هو قال ايضا راح نقتله من هنا، يعني ما قتلنا هناك نقتله هني. فأنا من وصلوا عندي هنا وقالوا انهم بيقتلوني بيفلتوني من فوق، فمسكت حطيت ايدي داخل السياج وقفلت عليها بحيث مسكت الباطلون، فهم حاولوا كانوا قد ما يقدرون يبطلون الباطلون ما قدروا.
فمن تأخر الثالث من يجيب السيد قص الواير مال الستلات، قال له روح قص الواير مال الستلات، من قص الواير مال الستلات حاول يلوت ايد الثانية يربطها، فسحبتها أنا منه، فشافوا انه صعبة، فراح الثاني أخذ التيشيرت مالتي وحطها في شو اسمه في نقعة ماي من المطر وجابها وحطها في وجهي وحاول يفطسني. طبعا يعني كان يحاول يخنقك، يعني انت شعرت اختنقت يعني انا يعني حسيت اني راح اموت، ف يعني بسرعه سحبت الفانيله وفلتها على بورد يعني بعيد بحيث انه ما يروح يقدر يجيبها او يتاخر عليها. الاول طبعا كان يحاول انه يفك ايدي ايضا ويفتني من فوق الدرج، ما قدر طبعا. بعدين شو اسمه رضاح مره ثانيه جاب الفانيله، هاي الثاني جاب الفانيله ورد ايضا حطها في وجهي. فهي الاثناء انا فعلا حسيت اني راح اختنق، وانا كنت اصارخ طبعا على اساس انه يجون الشرطه او شيء من هالقبيل. بعدين جاء واحد رابع قال لهم ان الشرطه يحاولون يكسرون الباب، فنزل شويه ورد رجع بعدين مره ثانيه قال الشرطه كسروا الباب، لا تضربونه تركوه خلوه بس مسكوه. فوق بعدك فوق السفاره؟ فوق السفاره اي طبعا كلها فوق السفاره. فصعدوا الشرطه على طول، واحد من الشرطه قال لي موسى انا اعرفك وانت تعرفني، قلت له انا اعرفك، فقال لي اطمن انت بامان الان وهدأت المعركه تقريبا. موسى انت هل شعرت بانهم سيقتلوك يعني؟ طبعا ثلاث مرات يعني حسيت اني راح اموت. الاولى كنت وانا على السور، واليوم كان راح يدفرني على اساس يفلتني من فوق، وهو يقول لي راح نفلتك من فوق السفاره وما حد راح ينقذك حتى الخمه اللي تحت، وبالاضافه كان يقول احنا بنعدم اثنين باكر وانت الثالث راح نعدمك من فوق السفاره. المره الثانيه يوم اخذ الفانيله مالتي وحطها في وجهي حسيتني فعلا راح اموت، وهو كان يقول موت يا ابن الكلب انا على ابوك لا ابو ابوك، زين سحبت الفانيله بعدين. مره ثالثه بعدين راح مره ثانيه عفوا راح سحب الفانيله اللي هي المره الثالثه اللي حسيت فعلا اني راح اموت. ومره اللي حاولوا يرموك من السلم من فوق؟ طبعا هي لو حاولوا يمروني طبعا يرموني من فوق السلم ما قدروا، لان كنت اي من طابق واحد يعني تقريبا ما قدروا يفكون ايدي حتى يفلتوني من فوق. انت الان ما الذي تطلبه من الحكومه البريطانيه؟ طبعا انا طالب بالعداله ومحاسبة المجرمين اللي قاموا بضربي وتعذيبي فوق السفارة، وعلى رأسهم طبعا محاكمة السفير كونه هو المسؤول عن ما يحدث في السفارة. شكرا جزيلا لك موسى. أعزائي المشاهدين، وكما استمعنا إلى الرواية التي سردها علينا الناشط موسى عبد علي، فيبدو واضحا أن السلطات الحاكمة في البحرين لا تتورع عن تعذيب الناشطين داخل مقر سفارتها في بلد فيه قانون حاكم هي المملكة المتحدة. فهنا يمكننا أن نتصور حجم التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها النشطاء وأكثر من 5000 سجين داخل معتقلات البحرين. الكرة الآن أصبحت في مرمى الحكومة البريطانية المطالبة بإحقاق العدالة وإيقاف هذا النوع من الممارسات التي تحول سفارات الدول في مختلف أنحاء العالم إلى مقر للتعذيب وقتل الناشطين كما حدث في اسطنبول وكما كاد أن يحدث في لندن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.